ناديت ما حد اعطاني جواب، نادتني المواني حتى الحلق من الباب، ودي بزورك حبيبي لو من خروج الباب، عط الحشايه حبيبي ضايق صدري، وفي شف حبل رعيت الغاف والسدري، ومغروب ضرب تغبو رب السما يدري، ومن كان فاعل خطا لو ناس سمحوني. يا سلام عليك، صح لسانك يا ابوي، صح لسانك. بعد وحده ابوي، يلا بعد وحده نبقى. ردوا سلامي على من يسألوا عني، خوتي يهون رموني وابعدوا عني، خذوا لي في الذي في القلب يمحني، تميت سنتين حاشا النوم ما ياني، واندب ونادب ولا حد سأل عني، وانذر وناذر إلى رديت فوطاني. يا سلام عليك، رد عليك، رد عليك، رد عليك، رد عليك. عينك السوداء بقلبي نفذت، فخر تخرق الصخرة وما قلبي أنا، يا لعينيك الجرية كيف تغتو وقاسيها أنا، عانني الله على ما قد جرى، وحروب أتوهمها أنا، ذا يكون وذا كل لا يكون، يا منيت القلب تعالي افهمي قلبي أنا، هل أنا كنت أنا أم تغير وقاسي محنة، لم أجرب الحب في صغري، هل دليل الشيب قد باعدونا، أو دليل الرأي ولا خاطئا، أو دليل العقل لا يعرفنا، فإن سألت إنني مثل الكرام ذاتي اليدين ما بينا شيء. يا سلامي. رد علي حسن، هذاك هذا جارنا، ها رد علي، يلا شوف رد علي، خط النظام من عند سلطاني، خص المشايخ واخر عم الاوطاني، ولد اللياوي دقار العلم بوزاني، واطلب سميحه يلخ ومالي ارد جواب، شوفك علي شرف كنك من الاصحاب، تمنيت لك منزل في وسط ليناني. من عيبني ساير الطوياني زمان، اول كان ما شيء عندنا لولو، هاي بيب عندنا طويان طويان، والريم صارت تروي عطاف بوغيث، يوم شافها كان يقول ريم من عيبني ساير الطوياني، يشبه غضيض الموز والريحاني، ريحاني داست على زبد الطريق على غصن الطريق ما لاني، يا ريشة الهدهد وغصن الوان، سلام بغيت واجي في عرب حيران، بغيت خالي أنا بعد يدي، بغيت واجي في عرب حيران يا حيران، يقول الشيلة خصة إذا مريم قبل قبت بريك الشيلة، عباد البي والمارات كلها تعني له، ما أدري بها هاي مريم نهيري نهيرية ولا نسل قمزاري، قال له واحد لا قمزار فيها والمرير سواها، لكن أنا درت الفريج ولا لقيت سواها، سبحان خلاق الذي سواها، ردفن تعلم صدر دكاني. يقول يا من عيونه من غير جحال مسودة، يا من عيونا ومن غير جحال مسودة، ويا من قماش البحر ذاتي على خده، تمنيت أنا ليلي ونهاري مرقدي عنده، بعاتب القوت وبشرب من عرق خده. لو تعلمون بنا، يا سلامي، لو تعلمون بنا يا ساكنين منا، في القلب نيرانا، فرت إلى مهجتي في لسان مقلتها، وهيدتني أنا في حب الأزمان.
الألواني ما لي لها وصل والقلب حيران. سلامي. تصبح بلونا تصبح بلونا تمشي بلونا تصبح بالألواني لها درارا في الصدر الرماني كالشمس صورتها كالشمس صورتها كالبدر طلعتها الكاف كفلا لها والعين غزلاني تنمي العادة إذا خطفت تسلب إذا نظرت تهتز وانخضرت تروي إذا انبسطت إن كان عطشاني هاي القصيدة قالتها حق خلاص. ستين نوع من الأكمام فأنا حسب خبرتي واهلي عند الأوامر قبل السيد الحومة والجاج والزينة فبديت اشتغلت سنة وست أشهر أتنقل من سود راس الخيم اللي معيض راس الخيم في الصبح معيض وأصاب وأصاب مصاب مخبري لين جمعت حوالي 63 من الأسماك جميع أنواعها بعدين طبعا عارف الأقواع اللي تعيش من الأسماك حتى الأسماك للحوف والواقع حطيتهم بعدين حط الأشياء اللي هي مثلاً تعمل شرطبة عاملة أو جراجير أو خيط أو لف هذا كله موجود مستقر داخل. قطرة من بحر العطاء الذي قدمتموه لنا آباؤنا
هم الجسر الذي يربط ماضينا بحاضرنا ومستقبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، سعادة نادي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والإنابة، سعادة الوكلاء والمدراء، أحبتي الحضور. الأول من أكتوبر من كل عام هو يوم المسن العالمي الذي يأتي كل عام لنجدد فيه العرفان ورد الجميل للآباء والأجداد. وتحرص وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد برنامج خاص يتضمن فعاليات وأنشطة متنوعة احتفالاً بهذا اليوم المميز. وفي هذا العام وتحت شعار أنا مسن متطوع، تتبنى وزارة الشؤون الاجتماعية نشر ثقافة الشيخوخة والنشاط لما لها من دور كبير في تعزيز قدرات المسنين وتمكينهم.
ينهيهم عن ايصالها. يا ربي ما شاء الله عليك، صدق ان عالم احسن العالم مليون الف. We'll be right back.
أقبل راشد وإسماعيل وعلي على جهودهم ويانا بتصوير الفيلم. أنا مسن ومتطوع وعليا على رأس المقدمة مثلتنا الحلوة. أشكرهم جزيل الشكر على كل اللي سووا لي اليوم. طبعا الشكر موصول لهم اولا واخرا على دعمهم لنا المواهب. طبعا احنا الشباب لولا الله ثم لولاهم ما سوينا شيء. والعكس ما تقصرون. وانا عايز اقول الشكر بعد موصول لدارك السنين في عمان لولا احتضانك حق الشباب وحق اهلنا. كان احنا ما طلعنا اليوم ولا برسنا هالشيء بسيط حق سنين هاي ترى ابهاتنا اعطونا كل شيء فهالشيء وايد بسيط نقدمه حق مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا متواجده في احتفال بدار رعايه المسنين. اول وصولي طبعا كان في فيلم قصير يعرض وكان وايد جميل يتكلم عن الشباب عن الاباء عن الامهات بشكل عام. وايد مستانسه أسعدني حضوري إني أنا أكون موجودة هنا معاهم الحين. طبعاً أتشرف معالي الوزير مريم حفان الرومي. استانست وايد اللي شفته متطوعين بشكل عام الكل. وهذا طبعاً شرف لي كبير إني أكون موجودة بين أمهاتي. ما أقدر أتكلم صراحة. بس كان شيء وايد حلو.